ونعود مجددا إلى الزميل أحمد بشتو موفد القاهرة الإخبارية من جوهانسبرغ. بعد التحية أحمد، ما هي أبرز فعاليات اليوم الثاني من قمة بريكس، خاصة بعد إعلان انضمام مصر والإمارات إلى تجمع بريكس؟ دانا، أهلا بك مرة أخرى. ما زال المجتمعون هنا يلقون بكلماتهم. نعلم أن نحو 56 دولة مشاركة في هذه القمة 15 في قمة بريكس في جوهانسبرغ، بالإضافة إلى 20 منظمة دولية على رأسها الأمم المتحدة ويمثلها أنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. ما زالت الكلمات هنا تلقى مرحبة ومتطلعة لآمال كثيرة بتغيير اقتصادي وسياسي واسع ربما على مستوى العالم، وهذا ما تدعو إليه مجموعة بريكس بقوة. وأيضا زادت هذه القوة مع انضمام الدول الست الجديدة على رأسها مصر والمملكة السعودية ودولة الإمارات لهذا التجمع. إذن ينظر بشكل كبير لتغييرات واسعة على المستويات كافة، سياسيا واقتصاديا وبشريا وأمنيا. أيضا ربما رئيس وزير الخارجية الروسي تحدث اليوم عن آمال كثيرة وعن صعوبات كثيرة أيضا ربما، أو معوقات كثيرة تحاول بعض الدول الغرب عرقلة هذه القمة لإثنائها عما تصبو إليه من طموحات وربما تضغط على بعض الدول الأفريقية. هذا ما قاله وزير الخارجية الروسي. لكن على المستوى العملي هناك كثير من التحركات ربما بدأت بالفعل بدعوة بعض البنوك المركزية في دول البريكس إلى تفعيل التبادلات التجارية بالعملات المحلية. بدأت في ذلك البرازيل، بدأت في ذلك جنوب أفريقيا، ولتان قررتا التبادل التجاري مع بعض أعضاء بريكس بالعملات المحلية، وربما تنضم دول أخرى في المحيط إلى هذه التجربة كما فعلت الأرجنتين مع البرازيل. إذا تحدثنا دانا عن ربما حجم التبادل التجاري بين دولة منضمة حديثا كمصر إلى مجموعة البريكس، نجده يصل لأكثر من 31 مليار دولار. وحجم الاستثمارات في مجموعة بريكس الموجودة في مصر حاليا تقدر ب 891 مليون دولار. هذه الأرقام يعتقد أنها سوف تتضاعف بشكل كبير في دولة كمصر على سبيل المثال، لأن التبادلات التجارية بين بريكس بقوتها وتنوعها الاقتصادي سيكون بعملات محلية بالجنيه المصري مثلا مع اليوان الصيني. ففي هذا الحال ستزداد أحجام الاستثمار وستزداد المشاريع وستكون هناك سهولة في السداد مستحقات المستثمرين هنا وهناك. وبالتالي نعتقد أو أعتقد كثيرون أن في ذلك ربما تخفيف للضغط على موازنات دول بريكس بشكل عام. نعم، دول بريكس بشكل عام تضم ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم وهي الصين والهند في هذه الحالة. وفي هذه الحالة أيضا يعتقد أن هذا الحجم الكبير من الأموال والاستثمارات سينساب بشكل أكثر توازنا داخل هذه المجموعة. وبالتأكيد أحمد سيكون له انعكاس، وكما صرح سعادة أحمد أبو الغيط، معالي أحمد أبو الغيط، بأن سيكون هناك انعكاس على كافة المصالح العربية. ولكن هل هناك أيضا بعض الاجتماعات الثنائية على هامش القمة؟ حتى الآن الاجتماعات مستمرة، ربما خلال الاجتماعات يخرج بعض المسؤولون للقاءات ثنائية سريعة ثم يعودون مرة أخرى إلى القاعة. ربما بعد انتهاء هذه الكلمات جميعها وفض القمة 15 في بريكس ستحدث اجتماعات. لم يعلن عن ذلك بشكل صريح في جدول الأعمال، ولكن ذلك متوقع بشكل كبير. لكن كانت هناك استراحة غداء لمدة ساعة ربما حدثت فيها بعض الأحاديث الجانبية بين الدول المشاركة الجديدة والدول المتطلعة من خارج بريكس. هذا في يعني متوقع بشكل كبير، لكن الأمور لن تنتهي عند نهاية هذا اليوم. هناك اجتماعات فنية كثيرة سوف تجتمع حتى على مستوى البنوك المركزية لدول بريكس في تشكيلاتها الجديدة، وخاصة مع بداية الأول من يناير المقبل، لأنه على كلام وزير الخارجية الروسي هناك فعل كثير وجهد كثير سيبذل من الآن وحتى الاجتماع المقبل في قازان في شهر سبتمبر من عام 2024. فبالتالي العام
العمل سيكون كثيفا وعلى كل المستويات تقريبا. نعم، كل الشكر لك أحمد بشتو، موفد القاهرة الإخبارية في جوهانسبرغ.